فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص عندما نصحته عن تشغيل القرآن الكريم وهو لا ينصت له ويدخل عليه المراجعون، قال أنا أشغله لأجل أن تستمع الملائكة والجن إليه، فهل هذا العمل صحيح؟ هم عليه من الجن، الملائكة تستمع من غيره، والجن ما عليه منهم، الجن يلقون القرآن يجدونه وهو في المكتب وقت الشغل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا الناس معرضون في معاملاتهم وأشغالهم، لهم أصوات ولهم، فلا ينصتون للقرآن. نعم.